السلام عليكم. في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا تمرين من تمارين الهندسة الفضائية اللي تحط في امتحان جهوي، وهذا التمرين كي تعتبر تمرين جد مهم. نحاول نشوفوا التمرين شنو فيه. التمرين هو كالتالي: اس ا بي سي دي هرم منتظم، قاعدته المربع ا بي سي دي والذي مركزه او. دونك هنا عندنا قاعدة عبارة عن مربع، القاعدة ديال الهرم عبارة عن طبيعة الحال مربع. المعطيات ديال التمرين عطاونا ا بي كتساوي 3 جذر جوج، دونك عندي ا بي 3 جذر جوج. اوتوماتيكمون جميع هاد الاضلاع اللي هنا عندي في القاعدة تا هما كاملين غيكونوا 3 جذر جوج. نفس الشيء دونك هنا ا بي دي سي و ا دي كلهم 3 جذر جوج. دونك هنايا عندي بطبيعة الحال زوايا قائمة، و كا او احتاجينا المثلثات في الوجه هذا. وعندنا اس بي، دونك هاد المسافات كيساويو 5، اس بي اس سي دونك 5. مزيان، بين ان ارتفاع اس او يساوي 4. دونك الارتفاع هو هذا، دونك كتيبان ليا هنايا ان اس او بمعنى ارتفاع غادي يكون عمودي على الوجه، ولا المثلث دي بي سي، ولا المستوى دي ا دي بي، ولا المستوى دونك المستوى ا بي سي دي. دونك هنا عندي كاين التعامد، وبالتالي غادي نحتاج لهذا المثلث باش نخرج اس او. دونك هذا المثلث هذا باش تخرج اس او. دونك ديجا عندي اس بي 5، او بي ما عنديش، دونك او بي ما عنديش، وكنقلب حتى على اس او. دونك او بي باش نجبدها كيبان ليا ان اذا شفت مزيان كيبان ليا ان او بي هي النص ديال بي دي. علاش؟ حيت او مركز مربع، وبالتالي الا بغيت او بي يكفي انني نجبد بي دي، و بي دي يمكن ليا نجبدها بطبيعة الحال في هذا المثلث اللي هو تا هو قائم الزاوية كيفما قلنا، بما انها هنا مربع. وبالتالي هنا عندي 3 جذر جوج في ا دي، هنا 3 جذر جوج. دونك غادي نقدر نجبد بي دي، و الا جبدت بي دي بطبيعة الحال غادي نجبد النص ديالها اللي هي او بي، و الا جبدت او بي بطبيعة الحال في هذا المثلث باش تولي عندي بي دي معروفة، وهاد اس بي معروفة، وبالتالي غادي نلقى ارتفاع اس او اللي كنقلب عليه. دونك شوفوا هادشي اون ديتاي وبالتلخيص، دونك نحاول نشوفوا هادشي اللي شرحت. اس ا بي سي دي هرم منتظم، اي ان اس او مستقيم اس او عمود على المستوى ا بي سي. هاد التعامد هذا يعني هنا مثلث اس او بي، مثلث اس او بي قائم الزاوية في او، وبالتالي مباراة بيتاغورس اس بي هو الواتر اللي هو هذا، دونك يساوي او بي او سيتنا زائد اس او سيتنا. يعني ان اس او دونك اللي كنقلب عليها، دونك اس او، دونك اس او اش كتساوي؟ كندوز او بي الطرف الاخر، دونك كتساوي اس بي او سيتنا ناقص اس او، ولا درت لحيت او سيتنا دونك غندير جذر. اذا اس او كتساوي اس بي ناقص او بي. اس بي عندي دونك اس بي 5، دونك ناتكون 5 و نسيت ناقص او بي بطبيعة الحال ما عنديش. دونك او بي كيفاش غادي نخرج او بي؟ دونك او بي هي اللي دابا عندي مجهولة، غادي نخدم بهذا المثلث اللي هو ا بي دي. دونك مثلث ا بي دي بطبيعة الحال قائم الزاوية هنا، هنا عندي 3 جذر جوج بطبيعة الحال، وهنايا 3 جذر جوج حسب المعطيات. يعني شنو غيكون عندنا؟ لدينا ا بي سي دي بطبيعة الحال مربع، يعني انا المثلث ا بي دي قائم الزاوية في ا كيف ما شرحت. نطبقو مرة بيتاغورس، دونك هاد مرة بيتاغورس واش تعطيني؟ تعطيني ان بي دي هو الواتر غيكون كيساوي ا بي وسيتنان زائد ا دي وسيتنان،
بطبيعة الحال عندي اب بي كتساوي اد دي، دونك اد دي غنعوضها ب اب بي، دونك كتولي عندي هنايا اب بي زائد اب بي، دونك هي اب بي اوس اتنان، حيت عندنا الاضلاع كيتساوي، دونك هي هادي. دونك بي دي كتساوي جوج اب بي، دونك غادي نكملو التطبيق العددي ديالنا بطبيعة الحال. دونك بي دي كتساوي قلنا بي دي، نحاول نشرحها هنا، دونك بي دي كتساوي جدر ديال جوج أبي أوس اتنان، هي انطلاقة من هادشي اللي لقينا هنا. دونك غادي نكمل باش نوصلو للنتيجة، دونك تساوي جوج غتبقى وسط الجدر و أبي هاهي. وطبيعة الحال أب بي عندي غنعوضها بالقيمة ديالها اللي هي ثلاثة، دونك في ثلاثة جدر جوج، وإلا حسبنا جدر جوج مع جدر جوج غتعطيني هي جوج، وجوج في ثلاثة دونك جوج في ثلاثة، دونك تساوي بطبيعة الحال كتساوي ستة، دونك هي لقينا. دونك أو بي هي النص ديال بي دي، دونك دي بي لقيناها ستة، وبالتالي أو بي غتكون ثلاثة، دونك أو بي ثلاثة. شنو غنديرو دابا؟ لقينا أو بي بطبيعة الحال ثلاثة، غادي نعوضوها في إس أو، دونك إس أو شنو تكون كتساوي؟ عرفنا لقينا كتساوي إس بي أوس اتنان ناقص أو بي، دونك جدر ديال خمسة أوس اتنان ناقص ثلاثة اللي هي أو بي أوس اتنان، دونك كتساوي 25 ناقص 9، وبالتالي الجدر ديال 16 هو 4، يعني ان اس او يساوي 4. ندوز السؤال الموالي، لتكن ا بريم و بي بريم و سي بريم و دي بريم متصفات قطع اس ا، دونك ا بريم متصف اس ا، دونك ا بريم، بي بريم متصف اس بي قطع اس بي نفس سي، سي بريم متصف قطع اس سي، و دي بريم منتصف قطعة اس دي. احسب حجم المجسم، دونك المجسم ديالنا ا بريم ب ا بي سي دي ا بريم بي بريم سي بريم، دونك المجسم ديالنا هو هذا، هو هذا كامل، غادي نرسمو، هو هذا المجسم ديالنا، بغينا بطبيعة الحال الحجم ديالو، الحجم ديالو شحال كيساوي؟ كيبان ليا إذا درت واحد، دونك هنايا قسمت درت واحد مقطع دونك عرضي لهذا المجسم، غادي يبان لي أن المجسم ديالي اللي كنقلب على الحجم ديالو هو هذا. أش كيساوي؟ كيساوي الهرم كامل ناقص هاد الهرم اللي عندنا، دونك هاد المجسم الحجم ديال هاد المجسم يساوي الحجم ديال الهرم كامل ناقص حجم ديال هرم لي صغير عندي هنا، عندي هاد الهرم هذا غالبا غيكون هو التصغير ديال الهرم ديالي لي عندي هنا. وكيفاش غنبين ان هاد الهرم هو التصغير ديال الهرم؟ شوفوا التتمة، دونك غادي نحاولو نخدمو مبرهنة طاليس، باش نخدمو مبرهنة طاليس حيت مبرهنة طاليس كتعطيني داك لو رابور، هاديك النسبة ولا هاديك العلاقة بين أبعاد ديال هاد الهرم المصغر الهرم اللي كيتعتبر التكبير ديالو ولا العكس، دونك هاد الهرم اللي عندي هنا والهرم الاخر اللي كيتعتبر التصغير ديالو. دونك نعتبر المستوى اس ا بي، دونك المستوى اس ا بي هو هذا، دونك حتى هو اللي درنا ليه مثلا قطعناه وحطيناه، دونك غادي يكون هو هذا. دونك هاد المستوى كيبان لي ان بي بريم هي النص ديال اس بي، و ا بريم هي النص ديال ا بي، ديال ا بريم هي النص ديال اس ا، دونك هنا كيبان لي ان هذا كيوازي هذا، دونك ان ا بريم بي بريم كيوازي ا بي، وبالتالي نقدر نطبقو معنا الطاليس اللي هي اس بي على اس بي بريم على اس بي كتساوي اس ا على اس كتساوي اس ا بريم على اس ا كتساوي ا بريم على بي بريم شحال كتساوي؟ دونك حنا عرفنا هذه النص، دونك غتكون كتساوي واحد على جوج. دونك نشوفو هادشي اون ديتاي، الغرام ديالنا هو هذا، في المثلث اس ا بي
كيف مسرحة اللي هو هذا. دونك هنا عندي ا بريم بي بريم متصافيات ديال العين كيف مسرحت. اذا ا بي ا بريم بي بريم كيوازي ا بي مستقيمات. وتطبيق المعطيات المباشره في المثلث اس ا بي شنو غنلقاو؟ غنلقاو ان اس ا بريم على اس ا كتساوي اس بي بريم على اس بي كتساوي ا بريم ا بي بريم على ا بي. دونك كتساوي طبيعة الحال واحد على جوج. علاش؟ حيت عندي اس ا بريم هي النص ديال اس دونك كتساوي واحد على جوج. دونك هنايا لقيت علاقة بين ا دونك ا بريم بي بريم كتساوي النص ديال ا بي. نفس الطريقة غادي نلقى ان دونك تطبيق المنطاليس هنايا في المثلث اللي بالغوص دونك اللي هو اس ا دي غادي نلقى ان اس دي بريم على اس دي كتساوي اس. دونك الا خديت مثلث اس ا دي دونك غادي نلقى نفس الشيء بتطبيق المبرهنات الطالسه المباشره غنلقى اس ا. دونك نحاول نحيد الشرح نمشيو في المثلث الاخر ديالنا. دونك غتكون عندي خدمت بهذا المثلث نفس الشيء عندي التوازي نفس الطريقه دونك ما احتاجوش نعاودو. دونك انا عندي التوازي وبالتالي غادي يكون اس دي بريم على اس دي هي هادي كتساوي اس ا بريم على اس ا كتساوي ا بريم دي بريم على ا دي كتساوي واحد على جوج. نفس الشيء بالنسبه لهذا المثلث اللي هو اس سي بي دونك حتى هو غادي يكون عندي هنايا واحد على جوج دونك يتساوي كلشي واحد على جوج. الا خديت المثلث اللي عندي في الخلف اللي هو هذا دونك هذا المثلث اللي هو اس دي سي حتى هو عندنا التوازي بين دي بريم سي بريم و دي سي نفس الطريقة اس دي بريم على اس دي دونك هي هادي غادي نلقى واحد على جوج. دونك هادشي شنو كيبين لينا؟ كيبين لينا ان دونك لقينا كلهم هادو كيساوي واحد على جوج دونك على سبيل التذكير. ومنه فان الهرم اس ا بريم بي بريم سي بريم اللي هو هذا الهرم صغير بطبيعة الحال هو هذا هو تصغير. علاش عبرنا تصغير؟ دونك حيت لقينا الابعاد ديالو متناسبة مع الابعاد ديال الهرم ديالنا اللي هو الهرم الكبير اللي هو هذا. دونك ونسبة التصغير هي واحد على جوج. دونك هنا فاش كتنفعنا مغناطيس الفضاء ايجاد غالبا في ايجاد نسبة التصغير. النسبة التصغير فاش غتنفعني؟ دونك بطبيعة الحال الحجم ديال الهرم كبير هذا دونك نحاول. دونك بالنسبة السؤال شنو اش كنقلب؟ انا كنقلب على الحجم ديال هذا نسميه مثلا في بخي. هاد في بخي اش كيساوي؟ كيساوي الحجم ديال الهرم ديالي نسميه دونك نسميه هنا مثلا هرم واحد وهنايا جوج وهنايا ثلاثة. دونك في ثلاثة اللي كنقلب عليها اش كتساوي؟ كتساوي في واحد ناقص في جوج. دونك هاد في جوج هي الحجم ديال هاد الهرم. اش كيساوي هاد الحجم ديال الهرم؟ في جوج لقيت انه دونك عندو هو التصغير ديال هرم في واحد ديال الهرم الاولاني دونك الهرم الكبير ديالو. دونك غيكون عندو علاقة مع في واحد. حنا العلاقة اش كتقول؟ كتقول لك كيساوي نسبة التصغير اس ثلاثة في في واحد. يعني الحجم ديال الهرم الصغير هو الحجم ديال الهرم الكبير ديالنا في نسبة التصغير اللي هي ك اس ثلاثة. دونك هادشي غنحاولو نشوفوه بتفصيل في التتمة بطبيعة الحال. اذا حجم الهرم اس ا بريم بي بريم سي دي بريم بطبيعة الحال اللي هو هذا اش غيكون كيساوي؟ كيساوي الحجم ديال الهرم ديالي كامل اللي هو اس ا بي سي دي في واحد على جوج اللي هي نسبة صغير كل اس ثلاثة. دونك هذا هو الحجم ديال الهرم ديالي. مزيان. دونك شنو غندير؟ غنحسب الحجم ديال الهرم الاولي ديالي دونك الهرم الاصلي ونقص منه هذا
الحجم ديال الهرم صغير وغيعطيني الحجم ديال الشكل ولا ديال المجسم اللي باغي يلقى ليه، اللي هو السؤال يلقى ليه الحجم اللي هو سؤال ديال التمرين. شنو هو الحجم ديال الهرم الكبير ديالنا اللي هو في ديال ا بي سي؟ دونك الحجم ديال الهرم ديالي، الحجم ديال عفوا الحجم ديال المجسم ديالي ا بي بريم سي ا بي سي دي ا اللي هو هذا، وكيساوي الحجم ديال الهرم اللي هو هذا الهرم اس ا بي سي دي ناقص الحجم ديال الهرم الصغير اللي هو هذا. دونك كنعوضو هنا باش ما نعاود باش تفهموا مزيان. دونك عندي الحجم ديال المجسم ديالي كنقلب عليه اللي هو هذا كيساوي الحجم ديال الهرم هذا ناقص الحجم ديال هذا الهرم اللي لقيته اللي هو هذا، وكنعوض. دونك دابا خصني نلقى الحجم ديال الهرم ديالي. الحجم ديال الهرم واش كيساوي؟ كيساوي المساحه ديال القاعده في الارتفاع على 3. الحجم ديال اش في ديال دونك في ديال الهرم ديالي الاصلي. دونك الحجم اش كيساوي؟ دونك مساحه ديال القاعده اللي هي عباره عن مربع في ارتفاع اللي هو اس او على 3. دونك هنايا نحاول نحسب انيت. دونك هي ا بي، دونك القاعده ديالي عباره عن مربع، المساحه ديالها شنو هي؟ ا بي ا بي، دونك هي ا بي وسيدنا علاش؟ حيت هنا عندي الضلع وسيدنا في المساحه ديال المربع كنعرفوها هي الضلع وسيدنا. دونك ا بي في ا بي ولا ا بي في ا دي، دونك يتساوي درت ا بي وسيدنا، ا بي وسيدنا في ارتفاع اللي هو اس او على 3. وكنعاودو ا بي قلنا هي 3 جدر جوج اوسيدنان، اس او حسبناها دونك هي 4، هادشي كامل على 3. دونك 3 اوسيدنان دونك 9 × 2 = 18 في 4 غتكون 72، و 72 مقسوم على 3 بطبيعة الحال غتكون 24. دونك لقينا الحجم ديال هاد الهرم هو 24، الحجم ديال الهرم ديالي الكبير. دونك شنو غندير؟ غنعوضو باش نحسب الحجم ديال المجسم ديالي. دونك هنا نحيد هادشي. إذا الحجم ديال كيما شرحت الحجم ديال الهرم هو 24، واحد على جوج الارتفاع المساحة ديال القاعدة. دونك هنا درت أ بي وسيدنان ضلع وسيدنان ديال المربع، دونك 24. دونك غادي نعوض هاد 24 هنا. دونك واش غيكون كيساوي؟ واش غتكون كتساوي؟ دونك حجم ديال المجسم ديالي في ناقص واحد على 8، دونك 2 × 3 هي 8، في لا عملت بالحجم دونك غتولي عندي 8، هنا غنوحد المقا غتولي 7 × 8 في، وبالتالي 7 × 8 في هو 24. إذا حجم المجسم اللي حصلت عليه، دونك حجم هذا المجسم غادي يكون 21. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمرين، فنشكركم على التتبع ديالكم، ونتلاقاو في فيديوهات ان شاء الله مقبله في تمارين اخرى جد مهمه. شكرا.